السلام عليكم شباب. يلا زي ما تعودنا بقى خلاص، انت النهاردة او الفيديو ده بتاع تصحيح واجب الحصة الثالثة، تصحيح واجب الحصة الثالثة. كلام واضح، تعالوا نبتدي مع بعض. الواجب بتاعنا كان بدايته صفحة 17، تمام؟ وبعد كده هنمشي بالترتيب. طبعا بعد كده يا جماعة البي دي اف موجود، انت ممكن تصحح لنفسك الاول بالبي دي اف، والاخطاء اللي انت عايز تدخل عليها دايركت، بس والنبي الناس اللي على قد حالها مش عيب يا جماعة، والله انا بكلم الناس طبعا كمان اللي انا بشوفهم في السنتر وعندهم مشاكل في الالماني، لازم تتفرج على تصحيح الواجب كله، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. يلا يا جماعه، هنا بيقول ام سوبر ماركت، الفيركايفر عايزك تترجم كلمه فيركايفر يعني البائع في السوبر ماركت. البياع سالك زونست نوخ ادفاس، عايز حاجه تاني. فاكرين الجمله دي قلت لكم مهمه قوي، كلمه دانك جوت ما تنفعش، لان كلمه دانك جوت ده سؤال على او رد على سؤال في جيتس دير، اخبارك ايه؟ يبقى ما ينفعش واحد يقول لي عايز حاجه ثانيه اقول له الحمد لله كويس، تمام؟ طيب يبقى الاجابه 9 داس ايست اليس، قال له لا ده كده كل حاجه الحمد لله، عايز حاجه ثاني؟ لا ده كل حاجه. طب هير بيت يعني ايه؟ يعني اتفضل. واحد بيقول لي عايز حاجه ثانيه اقول له اتفضل، تمام؟ واليس كلار يعني كل حاجه واضحه هناخدها قدام. طيب انت في مطعم مع صاحبك فازاجس دو، ها هتقول ايه وانت مع صاحبك في المطعم؟ هقول له انا هاخد زوبه شوربه وسلطه وهكذا. داينا فرويند هابن هونجر، اصحابك جعانين، اكيد هتقول لهم ادفعوا كذا، سوري كلوا كذا. يبقى الاجابه هتبقى است كلوا كارتوفل زلات، اللي هي سلطه بطاطس. داين فرويند هات دورست، صاحبك عنده احساس بالعطش، هتقول له ترينك دوخ فاسر، جمل مباشره جدا، اول واحده هي اللي مهمه. اللي بعدها داين جيسفستر، اخواتك جعانين، اخواتك جعانين، هتقول لهم است رايس، كلمه رايس يعني رز، تمام؟ طيب مفيش حاجه تانية تنفع يا جماعه، ولا عايز يتكلم يتكلم معايا في اللي هو عايزه، دي معناها الاكل او السمك هو اكل المفضل. ما انا اصحابك اخواتك هم اللي جعانين، هتنزل لهم تقول لهم السمك ده اكل المفضل. دو هاست هونجر، انت جعان، فازاجس دو، انت اللي جعان، هتقول ايه؟ هتقول ده لكر لذيذ ولا اشموش تجارن هينشن. قلت لكم اقرا الكلمات بتاعه الاكل، هينشن يعني فراخ، تمام؟ ودي طبعا يعني عصير فما تنفعنيش، ودي معناها الاكل طعمه حلو او ده طعمه حلو، انت اصلا ميت من الجوع. ايش ترينك جيرن اورانجن زافت، انا بحب اشرب عصير برتقال. يبقى السؤال كان ايه؟ السؤال فاس ايست، ما هو مشروبك المفضل؟ فاس ترينكس دو جيرن، بتفضل تشرب ايه؟ يبقى انت بتسال عن المشروب المفضل. طبعا هنا احنا بنسمع كلمات بس الليفل بتاع المواقف ده بسيط شويه. انت بتسال عن البرايس، السعر، يبقى فاس كوستد، شكرا مفيش غيرها، تمام؟ طيب انت بتسال عن المينجل، الوزن، قلت لك بنسال عن الوزن او الكميه بفي فيل مش بفي فيل، ربنا يبارك لك، تمام؟ يبقى في فيل براوخس دو، محتاج قد ايه، هاو ماتش. دو موشت طماطم، عايز طماطم. الفيركايفر، البياع سالك عن المينجل، عن الوزن اللي انت محتاجه. فاس فراكت اير، هو سالك قال ايه، مش انت هتجاوب، هو سالك قال ايه. يبقى الاجابه في فيل، سوري في فيل براوخن زي، انا اسف، في فيل براوخن زي، لانه بيسال على كميه، لكن لو قال لي في فيل طماطم يعني معاك كام طماطمايه، وهو بيسالني على الكميه، الاجابه مش دي يا شباب، لان هنا بيقول لي فاس فراكت اير يعني ماذا سال، لكن لو قال لي فاس زاجست دو، تمام، انت هتقول ايه بعد ما هو سالك على الكميه؟ كنت قلت اين كيلو، خلي بالك من الحته دي. 12 اين فرويند هات دورست، صاحبك عطشان، اكيد هتقول له دور على حاجه فيها شرب، يبقى كلمه ابفل زفت يعني عصير تفاح، تمام. اللي بعدها دو بيست سوبر ماركت، انت في السوبر ماركت، ها عايز انت دو براوخس، انت محتاج ايه، شاي، كلمه باكونج، باكيت شاي. في فيل، كم عدد، يبقى انت بتسال عن عدد، كلمه عدد يعني انتسال، لكن دي معناها وزن بيتسال بفي فيل، والسعر والفلاش ما ينفعش. 4 كيلو لحمه من فضلك، يبقى البياع سالك عن ايه؟ 4 كيلو لحمه من فضلك، يبقى البياع سالك عن المينج، الكميه اللي انت عايزها. طيب دي سبايز كارت، اللي حفظ الكلمات، المنيو من فضلك، تقول كلمه المنيو فين وانت في المطعم، ام ريستوران. الجمله رقم 17 اس ايست ليكر، ليكر يعني طعم لذيذ، يبقى الاكل شمكت ايه؟ ليكر يعني لذيذ، يبقى شمكت جوت، شلشت يعني سيء، إليجانت يعني أنيق، حاجة شيك ما تنفعش مع الأكل. اللي بعدها رقم 18
دو زاجست انت اللي قلت، انت اللي بتقول 20 يورو، يبقى البياع كان بيسالك على ايه؟ بيسالك على البرايس السعر. دو بيست ام سوبر ماركت، انت في السوبر ماركت وعايز ايه زفت؟ كلمه ايه اللي بتتقال مع كلمه زفت؟ فلاش زفت، ازازه عصير. تمام. واس ايست دو جيرن، بتفضل تاكل ايه؟ يبقى ليبلينجس اسن، انت بتسال على الاكل المفضل. دايناموتا زاكت، مامتك بتقول ايش جلاوب؟ اير، جلاوبن يعني اي ثينك، واير جمع كلمه اي، انا اعتقد بيض. يبقى السؤال دو فراجست، انت بتسال ايه؟ انت ايه السؤال اللي مامتك قالت انا اعتقد بيض؟ دي موقف فيه ترجمه شويه. واس ماكس دو، انت بتعمل ايه؟ في فيندس دو، ايه رايك في فيندس دو ماينن كورب، ايه رايك في الباسكت بتاعي؟ ولا فو ايست دير كورب، الباسكت فين؟ ولا فاس ايست، ايه اللي موجود في الباسكت؟ ايوه، راح قال لها او هي قالت له اعتقد بيض، اعتقد كذا، يبقى ايه اللي موجود في الباسكت؟ ديرفر كويفر، البياع في السوبر ماركت قال داس ايست اين باكونج تي، ده باكت شاي، يبقى انت سؤالك كان ايه؟ فاس ايست داس، ما هذا؟ تمام، لان بيقول له ده باكت شاي، يعني انت مش فاهم حاجه بالالماني كده، فبتقول له ايه ده من فضلك. تمام. منى براوخت كارتوفل، محتاجه بطاطس. دو فراجست، انت بتسال عن المينج، عن الوزن، هتسال تقول ايه؟ فازاجس دو، ايه سؤالك؟ ماذا تقول انت في السؤال؟ يبقى هسال بفي فيل، في فيل. تمام، دي سعر ما ينفعنيش. يا ايش براوخ نوخ، نوخ يعني لسه، انا لسه عايز 2 كيلو بيرنن كمترا. يبقى البياع كان سؤاله ايه؟ هابن زي جيرن بيرنن، حضرتك معاك كمترا؟ هتقول له ايوه انا لسه عايز 2 كيلو. هل دي كمترا؟ اسن زي جيرن بيرنن، بتحب تاكل كمترا؟ هل ترغب في المزيد؟ لسه عايز 2 كيلو، هي دي زونس نوخ ادفاس، عايز حاجه تاني؟ ايوه انا محتاج لسه 2 كيلو كمترا. الفركويفر زاكت، البياع بيقول يا ناتورليش، ايوه بالطبع، في فيل مشتن زي، الوزن اللي حضرتك عايزه ايه؟ يبقى السؤال كان ايه؟ تقيله. هل البياع هيقول لك هابن فير؟ البياع هيقول لك كده، هو بيقول لك السؤال هيبقى ايه؟ ها، هتقول له هابن في، انت هتقول للبياع انا اسف، هتقول له هابن فير سالز، عندنا احنا سلطه ملح؟ فهيقول لك ايوه بالطبع. هتقول له احنا عندنا ملح؟ هيقول لك ايوه بالطبع، عايز قد ايه؟ ولا هتقول له براوخن زي كارتوفن، حضرتك عايز بطاطس؟ هيقول لك ايوه بالطبع يا راجل، البياع انت اللي تقول للبياع حضرتك عايز بطاطس. ولا زونس نوخ ادفاس، هتقول له عايز حاجه تاني للبياع؟ ولا هتقول له هابن زي، حضرتك عندك سكر؟ راح يقول لك ايوه بالطبع، حضرتك عايز قد ايه؟ خلي بالك التركيبه بتاعت الجمله معكوسه سخيفه. اللي بعدها داين فواين فراكت، صاحبك بيقول شمكت دير داس اسن، الاكل ده عاجبك؟ هتقول له ايوه هنا اتفضل، ايوه جدا. ولا داس بين ايش، هذا اكون انا؟ طبعا هي دي الاجابه، ايوه جدا، زير يعني جدا. 27 يمن فراكت، واحد بيسالك فاس ايست دو، بتاكل ايه؟ يبقى بدور على حاجه بتتاكل. مين اللي فيهم بيتاكل بقى يا جماعه؟ الالمان بيقولوا على الشوربه اسن، مش يشرب شوربه. تمام، يبقى زوب اسن. تمام. اللي بعدها ايش مشت، طبعا دي معناها عصير، ودي معناها لبن، ودي معناها قهوه. ها، ايش مشت زفاي بيشا، عايز كوبايتين. فان زاجس دو داس، تقول الكلام ده امتى؟ يبقى هتقول فير ايس داس، مين ده؟ ولا في فيل يوجرت مشتن زي، محتاج يوجرت قد ايه؟ ولا طبعا الباقي ما ينفعوش، محتاج زبادي قد ايه؟ قال له محتاج كوبايتين. دو براوخت ليبنس ميتل، انت محتاج، ايوه ليبنس ميتل يعني ايه؟ ايوه بالظبط، مواد غذائيه، انت محتاج مواد غذائيه. يبقى هتقول انا مش محتاج حاجه، نيشتس يعني لا شيء. ولا ايش براوخ دراي اورانجن، انا محتاج 3 برتقانات، هي دي الوحيده اللي فيها مواد غذائيه. يمن فراكت، واحد بيسالك فاس كوستن دراي كيوز، الثلاثه كيوي ثمنهم كام؟ هيبقى اير، ازاي كيوي جمع اصرف بإير؟ طب زي، طب كوستت، ازاي زي كوستت؟ يبقى الواحده بس، هو بيقول له الثلاثه، يبقى زي كوستن عشان التصريف. تمام، يبقى طالما جمع يبقى اقول زي كوستن، لو حاجه مفرده اقول كوستت، هو هنا بيتكلم على 3 كيوز. تمام. اللي بعدها التكست كان عالي شويه، بس الاسئله بتاعته الى حد ما سهله، نترجمها. ماي نام ايست انا، اسمي انا. ايش كوم اوس اوسترايش، انا جايه من النمسا. اوند ليب زايت، هناخدها قدام بمعنى منذ، عايشه منذ 3 سنوات في المانيا.
ich bin 15, انا عندي 15 und habe zwei Geschwister وعندي اختين. Meine Schwester heißt اختي اسمها كارلا und die ist 13 عندها 13. Mein Bruder Michel ist 18, اخوها ميشيل عنده 18. Wir wohnen mit unseren Eltern, ساكنين مع اهلنا, in einem Haus في بيت, expression لسه ما خدناهوش, in der Nähe يعني بالقرب, von München, عايشين في بيت قريب من ميونخ. Meine Mutter ist Küchen, طباخة. Mein Vater arbeitet in einer Bank, بابايا بيشتغل في بنك. Ich lese gern und ich lese gern يعني بفضل الايه القراية. Und mag Tiere, لسه كلمات ما خدناش كلها. Mag يعني like, احب الحيوانات. Wir haben einen Hund, عندنا كلب. Und zwei Katzen, وقطتين. Im Garten, einen Tisch, في عندنا ترابيزة. تمام؟ Ich gehe, عم بتوصف كلام فاضي. Ich gehe auch gern in die Schule, بتحب تروح المدرسة. Mein Lieblingsfach, يعني المادة الدراسية المفضلة هي الماتيماتيك, الماث. لكن الفيزيك والكيمي, الكيمستري, الفيزيكس والكيمستري, ماج ايش نيشت, ما بحبهمش. ناخدر شوله, هنعرف ناخدي قدام يا شباب ان ليها معنى تاني غير بمعنى الى, معناها بعد. يبقى ناخدر شوله, جيه ايش, اوفت مت ماينن فرويندن, فرويندنن. يبقى بعد المدرسة بذهب عادة مع اصحابي للتنزه في البارك, بنتنزه في البارك. مانشمال يعني احيانا, essen wir ein Eis, وساعات بناكل ايس كريم. Am Samstag, يوم السبت, gehen wir oft, عادة بروح السينما, ins Kino. ويوم الحد, schlafe ich lange, بنام كتير. Dann koche ich, ثم بطبخ, mit meiner Mutter, مع مامتي. الغداء. نقدم essen, بعد الأكل, هنا نقدم معنا بعد برضه يا شباب, gehen wir mit dem Hund, بنروح بالكلب. Am See, يعني على البحر. تمام؟ Am See, spazieren, بنتنزه, am See. تمام؟ اللي بعدها Sonntag ist mein Lieblingstag, يوم الحد هو اليوم بتاعي المفضل. اول سؤال, wie alt ist Anne's Schwester, اخت أنا عندها كام؟ عندها 13 سنة. يبقى الإجابة 15, لا. 30, 30, لا. طيب فيها 90, 14, لا. يبقى الإجابة دي, ادي الفكرة بتاعت التكست, 2 Jahre jünger als Anne, سنتين أصغر من البنت التانية. بص بقى الفكر, هو ده النظام الجديد. تمام؟ يبقى أنت عارف إنها عندها 13 سنة, فدي غلط ودي غلط ودي غلط, يبقى دي الإجابة, عندها سنتين أصغر من أختها اللي عندها 15 سنة. طيب Wo arbeitet Anne's Vater, باباها شغال فين؟ سهلة, في بنك. طيب Was ist Anne's Lieblingsfach, إيه المادة اللي بتحبها؟ الماتيماتيك. تمام؟ طيب 4, يلا يا شباب. Was macht Anne nach der Schule, بتعمل ايه بعد المدرسة؟ بتروح تتنزه مع اصحابها. طب اخر واحدة, wo geht die Familie am Sonntag, بيتمشوا فين؟ am See. دي القطعة الاولى كانت عالية شوية وفيها فكرة جديدة قلناها. طيب ich bin Lisa, am Freitag gehen meine Familie und ich in den Supermarkt, Supermarkt اسمه كده, denn عشان احنا محتاجين Lebensmittel, تمام, مواد غذائية. Meine Mutter, مامتي محتاجة 2 كيلو أورانجن و6 بيضات. Ein Kilo Orangen, الكيلو الأورانج ب4 يورو, والآي البيضة الواحدة ب50 سنت, اللي هي الفكة بتاعت اليورو. زي مشت أوخ جيموز, محتاجة كمان خضار. Mein Vater kauft aber, الأب اشترى 3 بشر يوغرت, 3 كوبايات زبادي. زي كوستن, تمنهم 3 يورو. Das ist nicht viel, ده مش كتير. Ich musste eine Dose, أنا لسه محتاجة كان بيبسي, 100 جرام كيزه و100 جرام جبنه. داتسو, لهذا براوخ ايش بروتشن, ومحتاجه له كمان عيش, يبقى محتاجه للجبنه عيش. اين بروتشن, الكايزر او العيش الصغير ده ما بيتكلفش كتير, بس 20 نور يعني فقط 20 سنت. تو هاوز, في البيت, هابن فير كاينه ميلش, ما عندناش لبن. ديسهالب يعني لذلك, كوفن فير, هنشتري 4 ازايز لبن. السؤال, was machen Lisa und ihre Familie am Freitag, بيعملوا ايه؟ بيتسوقوا في السوبر ماركت. Wer kauft Joghurt, مين اللي اشترى الزبادي؟ الاب. Wie viel kostet, البضايه الواحده ثمنها ايه؟ 50 سنت. Lisa او Lisas Familie braucht, محتاجين 4 ازايز لبن.
آخر حاجة الجرامر 71. تمام يلا يا شباب، عندنا الجزء بتاع الجرامر اهو، كان عن البرفكت. اعتقد ان انت وانت بتحل الدنيا لقيتها ظريفة، انا حليت معاك اول جملتين، تعال نحل التالت الباقي. الفعل الاولاني هنا هو ان وروفت، ان روفن يعني يتصل، بياخد هابن، يبقى هقول حبيبة وهحط هابن مع حبيبة صرفها يبقى هات، وكمل الجملة ألف غوين دينن، والبرفكت من أن روفن بعد ما رجعت للجدول اسمه أن جي روفن. الجملة الثانية فعل شرايبن يعني يكتب، بياخد هابن، يبقى هقول سارة هات، وهكمل الجملة أينن بريف يعني جواب إلى نادين، والبرفكت من شرايبن اسمه اللي ذاكر او اللي فتح الجدول ما عنديش ازمه اسمه جشغيبن، الاي والاي تشقلبه. دي كيندر شبيلن، شبيلن بياخد هابن، يبقى هقول دي كيندر هابن، واكمل الجمله كارتن يعني كوتشينه ان بارك، والبرفكت من شبيلن مش موجود في الجدول يبقى جشبيلت. اللي بعدها اف، الجمله على شكل سؤال ولا اي اندهاش، مش هتجاوب، هتعمل نفس السؤال، هقول فاس ترينكن بياخد هابن، يبقى فاس هاست دو، والبرفكت من ترينكن جيت ترونكن. تمام. اللي بعدها ماين إلترن فاغن ناخ ألكساندريا، فاغن بياخد زين، ماين إلترن جمع يبقى ماين إلترن زيند، وكمل الجملة، والبرفكت من فارن هيترمي في الآخر اسمه جي فارن. اللي بعدها أحمد فعل فليكت بياخد زين، يبقى أحمد إيست، والبرفكت من فليجن يكتب في الآخر جفلوجن. اللي بعدها فعل بيزوخن بياخد هابن، يبقى إيش هاب، وهكمل الجملة، والبرفكت من بيزوخن اسمه بيزوخت عشان أوله بي. التدريب الثاني هنا، أول جملتين حلناهم مع بعض. الجملة الثالثة ليزن يقرأ بياخد هابن، قال لي آه، يبقى هنا هصرف هابن مع فير تبقى هابن، والبرفكت من ليزن اسمه جليزن. اللي بعدها بيجينن يعني يبدأ، بياخد هابن، هصرف هنا مع كلمة كونزرت اللي هي الحفل الموسيقية يعني إر وإس وزي تبقى هات، والبرفكت من بيجينن اسمه بيجونن، أي كلمة أداتها دس يعني إس يبقى بصرف مع إس. هنا مارك ورايست، فعل رايزن يعني يسافر، ده في حركة انتقالية، بياخد زين يبقى إيست، والبرفكت منه مش موجود في الجداول يبقى البرفكت من رايزن اسمه جرايست يعني سافر. هنا فيندن بياخد هابن، يبقى هصرف هاست، والبرفكت من فيندن جفوندن باليو يا شباب. فليجن يسافر بياخد زين، هصرف زين مع إير اسمه زايد، والبرفكت من فليجن جفلوجن. بيزوخن بياخد هابن، هصرفه مع ماين تانت يعني هي تبقى هات، والبرفكت من بيزوخن بيزوخت. وصلت. اخر جرامر اختيارات، نبتدي مع بعض. اول جملة فعل بيكومن يعني يحصل على، ده من افعال هابن. اللي بعدها فاس هاست دو جيسترن، قال لي ايش هاب اين بوخ، يبقى الاجابة جليزن، انا قريت كتاب. وهين الى اين جفارن بياخد زين، يبقى الاجابة بيست. اليونج هات، يبقى عايز فعل بياخد فعل في البرفكت بياخد هابن، وبلوفر اللي هو البلوفر يبقى اشترى بلوفر. جسترن في الاخر اوف جشتاندن، واوف جشتاندن بياخد زين، يبقى الاجابة بين. هابن يبقى لازم اختار بيرفكت، الوحيد اللي في البرفكت اين جلادن. هابت يبقى لازم اختار بيرفكت، والوحيد اللي في البرفكت فرنجزين. دي جمل مباشرة يا شباب، لسه الصعب او اللي فيه تفكير قدام شويه. فو وجيفيزن، جيفيزن ده البرفكت من فعل زين، وزين بياخد زين يبقى بيست. هنا ايست يبقى لازم اختار بيرفكت، كلهم في البرفكت، ده ما بياخدش زين، والباقي بياخد زين، بس ان ستياتر يعني الى المسرح، يبقى ذهبت الى المسرح. هنا في الاخر فرجسن، فرجسن يعني ينسى، ده بياخد هابن، يبقى انا نسيت شنطتي للاسف في الفندق. برينج هنا في هاب، يبقى لازم اختار بيرفكت، الوحيد اللي في البيرفكت ميت جبراخت. تمام. ايش بين، يبقى لازم اخد فعل بياخد زين، خلي بالك لازم تاخد فعل بياخد زين،
ده بياخد هابن، ده بياخد هابن، ده بياخد هابن. الإجابة من غير ما ترجم أوف جشتندن. صحيت الساعة 5 ميت جبراخت بياخد هابن، يبقى الإجابة هاست. جفارن بياخد زين، يبقى الإجابة زيند. مين عمل الواجب؟ هابن، يبقى اختار بيرفكت، يبقى أنا اللي عملته. تمام؟ بعد كده 16 زيند، يبقى لازم اختار فعل بياخد بيرفكت، سوري بياخد زين. جيفونت ما بياخدش زين، جيجسن ما بياخدش زين، جيترونكن ما بياخدش زين. الوحيد اللي بياخد زين تنزهنا على النيل. 17 اخر الجملة في جفارن، وجفارن بياخد زين، يبقى الاجابة ايست. كريم، وفي الاخر تليفونيرت. تليفونيرت فعل في البيرفكت بمعنى يتصل بالتليفون، بياخد هابن. أم في فيل أور، وفي الآخر أوف جشتندن. أوف جشتندن بياخد زين، يبقى الإجابة بيست. غادة، وفي الآخر جمخت، عملت الواجب، يبقى ما فيش حركة انتقالية، يبقى هات. ريتا إيست، إيست يبقى بيرفكت، بياخد زين. فرنج زين بالمعنى صح بس الجرامر غلط. أوف جشتندن بياخد زين، ده بياخد هابن، وده بياخد زين. استنى، ده في اتنين بياخدوا زين، أوف جشتندن وجبليبن. يبقى ريتا امبارح الساعة 7 صحيت ولا قعدت؟ يبقى صحيت، أوف جشتندن. الباقي بياخدوا هاب. بيست، يبقى لازم اختار فعل بياخد زين. جشبيلت بياخد هابن، جيماخت بياخد هابن، جيجسن بياخد هابن. الوحيد هو ده اللي بياخد زين من غير ما ترجم. فير، وفي الآخر جيماخت. مخن يعني يفعل، ده بياخد هابن، مفوش حركة. 24 هابن اهو، يبقى لازم، لا سوري، الجملة الثانية جشبيلت بياخد هابن، يبقى الإجابة مباشرة. اللي بعدها إش هاب جسترن، هابن اهو، يبقى لازم اختار بيرفكت. الوحيد اللي في البيرفكت هو بيزوخت، الباقي كله مش ماضي. 26 وائل هات، ها طالما في هات يبقى لازم اختار بيرفكت، بياخد هابن. جفارن بياخد زين، تمام. جفلوجن بياخد زين، جيجانجن بياخد زين. الوحيد اللي بياخد هابن فيهم هو اينجلادن، يبقى وائل عزم اصحابه ان هم يجوا كايرو. جمله تقيله في الترجمه، بس لو حليتها بهابن وزين سهله. احمد هات، يبقى لازم اختار بيرفكت، بياخد هابن، ده بياخد هابن، ده بياخد زين، وده بياخد هابن، وده بياخد زين. يبقى احمد ايه اصحاب كتير في المانيا، يبقى جيتروفن يعني قابل، ودي ما ينفعش لان يتفرج على التلفزيون. يبقى احمد قابل اصحاب كتير في المانيا. هنا الجملة فيها هابن، يبقى لازم اختار بيرفكت، هو ده الوحيد، انجي غوفن. 29 شيرين، وفي الاخر جفارن، جفارن بياخد زين، يبقى الاجابة ايست. هنا في هابن، يبقى اختار بيرفكت، اينجي كاوفت، سوري اهي اينجي كاوفت. 31 جملة مكونة من جزئين، تعال نشوف الشغل ده، هما كام جملة؟ مش كتير، اخر 3 جمل غالبا. ان دا شول فيل ليرنن دويتش، الترتيب ده صح؟ قال لي لا، ليرنن المفروض يبقى في الاخر عشان افكر فيها، يبقى الجمله دي الجرامر بتاعها ترتيبه غلط. طيب هات ودويتش ليرنن، قال لي هابن ما بيجيبش فعل في المصدر، يبقى الجمله غلط. طب هات دويتش جليرنت، قال لي الجمله دي كده ترتيبها صح والجرامر بتاعها صح. طب دويتش جليرنت هات، قال لي لا هات هنا مكانه غلط، يبقى الوحيده هي دي. طيب فراغين، ايست بيجي مع بيجنن، قال لي لا بيجنن اصلا مش بيرفكت، وايست اصلا ما ينفعش، يعني ايست ما بيجيش مع بيجنن. طب كان بيجيب فعل في الاخر اخره تي ولا اخره اي ان؟ قال لي لا لازم يبقى اخره اي ان. طب بيجنن وهات، قال لي لا لو العكس كنت فكرت فيها. طب هاتو بيجنن، قال لي يبقى الفيلم بدا منذ 15 دقيقه. اخر جمله فان، وجايب لي فراغين. طيب كانست وفليجن، قال لي ينفع لان كان بيجيب فعل في المصدر. طب فار وجفلوجن، قال لي لا لسه ما خدناش الصيغه دي. طب كان وجفلوجن، قال لي لا كان ما بيجيبش فعل في البيرفكت. طب بيست وجفلوجن، قال لي يبقى انا عندي اجابتين. ابص للجمله، في كلمه جسترن يعني امبارح، يبقى متى سافرت. تمام يا شباب، كده ده الواجب اللي كان علينا كله. تمام، يلا الناس الاونلاين هتدخل على الحصه الجديده بعد ما يعمل الكويز، والناس اللي بتنزل السنتر يبقى انت كده جاهز للكويز بتاعك في السنتر. اشوفكم على خير باذن الله.